طبعا مادام جبنا سيرة الره يبقى على طول هنقول رابع العدوية أكيد، آه مش ده كده ولا كان إيه؟ مفيش شك عمل عظيم، ومتهيألي كان صعب جدا بالنسبة لي كنت لسه في أول الطريق، لأنه كان فيه اللغة العربية الفصحى وكان فيه الدوبلاج، لأنك بتغني أغاني أم كلثوم من غير ما تغنيها، فده في منتهى الصعوبة. والله هو أنا إيه كنت وقتها يعني إيه حابة الدور، ما هو الدور يا يتعمل يا ما يتعملش. وقال لي كده المرحوم حلمي رفلة، قال لي يعني احنا هنعمل لك اختبار، لو نجحتي فيه هتاخدي الدور، ما نجحتيش انسي وهنعمل اختبار في حاجة تانية خالص. فكان كل مخي ان انا لازم انجح، فكان هم ساعدوني بانهم جابوا لي الاستاذ فخر، المرحوم فخر فخر والمرحوم ابراهيم عمارة، ودول طبعا اساتذة في اللغة العربية، فعلموني ازاي الالقاء، ازاي اطلع مخارج الالفاظ مظبوط، ازاي التشكيل الجمل، كل ده ما لقيتش فيه صعوبه يعني مع الوقت، لان انا كان عندي فتره طويله. اما بقى الدوبلاج فكانت مسؤوليه، يعني صوت ام كلثوم ازاي انا اللي لسه طالعه جديد ولا حد يعرفني ولا يسمع عني ولا اي حاجه هتحمل مسؤوليه صوت ام كلثوم، انا هاخد على نفسي ازاي اني انا يبقى في تسجيل وانا بفتح بقي مع شيء صوت كبير، كوكب الشرق. طبعا شيء كبير مسؤوليه يعني. فبرضو يعني زي ما قلنا ان انا لما باخد مسؤوليه او باخد حاجه ببقى في تحدي مع نفسي، ده من وانا صغيره ببقى في تحدي مع نفسي، لازم انجح يعني لازم انجح، يعني اي حاجه احطها في مخي طبعا ده باراده ربنا طبعا، انما كنت حاطه في مخي ان انا لازم اخد الدور ده، فالحمد لله ربنا ساعدني وبقيت حاطه بقى المسجل جنبي وقاعده قدام المرايه، وهات يا غنى وهات يا غنى وعيد وزيد وارجع، يعني ايه اروح مرجعه من الاول واشوف بقي بيطلع ازاي وبينزل، يعني ظبطته الحمد لله وعدت على خير، واعتقد يعني وهي الكلمات بتاعتها كانت حلوه قوي ما فيش قوي قوي قوي، ما فيش شك. والالحان والاداء طبعا، فلما جيت احفظها الكلام حلو بيخش القلب وفي كده مناجاه وفي يعني، وخصوصا الغنوه بتاعت حانه الاقدار يعني كله كان حلو كان يشجع اكيد. عرضوا صورتك على كوكب الشرق أيامها ووافقت ولا ما كانش لها لا رأي محدد؟ لا هم جابوها طبعا، يعني هي كانت بتشترط انها تتفرج على الفيلم ازاي، فقالت البنت دي عامله الدوبلاش كويس انا قالوا لي كده ما شفتش بس قالوا لي كده.